ب 97,750 ريال شاملة الضريبة. تويوتا كامري 2020 فئة ستاندر جنوط وارد الكويت. نبي نتعرف عليها ونتعرف على المواصفات وأهم المزايا، وخلوكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الغالين. وتغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، موقعها الرياض معرض النسيم شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. وللمزيد من المعلومات والتصفح الصالة الإلكترونية الرابط موجود تحت بالوصف، كل السيارات موجودة هناك بكامل تفاصيلها أسعارها وصورها. قبل ما نبدأ بالتغطية، يسعدني أخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بعالم السيارات، أسعار مواصفات مقارنات والكثير بعالم السيارات. كما يمكنكم إضافتي على حسابي بسناب شات، وحسابي على إنستغرام، وحسابي على تيك توك، جميعها متخصصة بالسيارات. هذه التويوتا كامري زي ما ذكرنا لكم وارد الكويت، فئة ستاندر اللي هي LE، سياحي لكن بجنوط. سعرها شامل الضريبة 97,750 ريال. تويوتا كامري سيارة غنية عن التعريف، من سيارات السيدان متوسط الحجم. أكبر منافس لها طبعا كسيارة يابانية هوندا أكورد، وأيضا عندنا باليابان نيسان ألتيما ومازدا 6، ولا ننسى بكوريا طبعا لها أيضا منافسين اللي هم هيونداي سوناتا وكيا كي 5. التويوتا كامري ما شاء الله على مستوى المملكة هي الأعلى مبيعا والأكثر رغبة. سيارة حصلت على تغيير جذري في عام 2018، جت بعدة محركات، ثلاثة أربعة سلندر، ثلاث محركات أربعة سلندر، اثنين منهم بنزين بالكامل، واحد منهم هجين، ومحرك ستة سلندر، يعني فيها أربع خيارات للمحركات، لكن تختلف من بين كل وكيل وكيل. وبالنسبة للجيور الجير يعني جاء منها ثلاث أنواع، الأول CVT، والثاني ثمان سرعات، والثالث ست سرعات. السيارة اللي معانا اليوم هي محرك 2500 سي سي أربع سلندر بنزين بالكامل، 178 حصان مع جير أوتوماتيك ست سرعات. المحرك والجير نفس حق موديل 2017، طبعا هذا اللي جابوه جميع وكلاء الخليج باستثناء وكيل المملكة شركة عبد اللطيف جميل، جابت المحرك اللي هو 203 حصان مع جير 8 سرعات، يعني صراحة التفوق كميكانيكيا لصالح وارد الوكيل المحلي. لكن برضو هنا المحرك برضو في ناس ترغبه، سبحان الله ناس أذواق، مع أن صراحة عن نفسي أشوف كلغة الأرقام أو حاجة زي كذا أنه وارد الوكيل أفضل. عموما خلونا بسيارتنا. تكلمنا عن المحرك، الجير 6 سرعات توبترونيك، نظام الدفع فهو أمامي. الآن المواصفات الخارجية، عندنا إنارة LED نهارية، طبعا زي ما تشوفون النور العالي واطي LED. طبعا وارد السائر جاي لونها لؤلؤي مع أنها ستاندر، لكن لونها لؤلؤي. الجنوط اللي عليها مقاس 17 نفس حق الجي ال اي، ما هي اضافه من الوكيل، لا شد مصنع. طبعا مقاس الكفر اللي هو 215 55 والجنط 17. عندنا اشارات بالمرايه، ومن الخلف عدد اربع حساسات خلفيه مع اناره اللوحه الخلفيه LED. صرفيه الوقود طبعا تختلف عن وارد عبد اللطيف جميل. كل لتر بنزين 14.6 كيلو، تقييمها جيد جدا بحكم المحرك والجير اللي هو المحرك 178 حصان والجير 6 سرعات. الان ننتقل الى المواصفات الداخليه ومفاتيحها، ريموت اغلاق فتح فتح الشنطه وجهاز انذار. بسم الله. طبعا هذه السياره من الداخل، مقاعدها قماش لون بيج. ننتقل للصف الخلفي بشكل سريع. الصف الخلفي فتحات تكييف خلفية مع تكاية بالوسط بحملة أكواب، يعني في عندنا فيها تكاية وسط خلفية. الكرسي يطلع ينزل حركة يدوية طبعا زي ما تلاحظون، هذا الظهر طبعا ياباني، تجميع ياباني ما يحتاج. Thank you.
بشكل سريع. الزجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، مرايه كهربائيه سنتر لوك تراكشن، فتح الشنطه، فتح تانك البنزين، مقود السياره بشكل ثلاثي، تحكم بالنظام الصوتي مع مثبت السرعه، تحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغه العربيه، مستوى صرفيه الوقود الى اخره، الار بي ام، الحراره، السرعه وتانك البنزين، وعندنا هنا تحكم في مستوى الاضاءه الداخليه والتريب حق الزيت او معيار الممشى اللي تحب تحطه انت. طبعا هذا دركسون السياره بلاستيك بالكامل ما هو جلد. ننتقل الى النظام الصوتي الموجود بالسياره، طبعا مسجل عادي سي دي، منفذ USB، منفذ UX، وايضا فيها بلوتوث. طيب عندنا مكيف يدوي ما شاء الله سرعات كثير، عندنا هنا منفذ طاقه، وعندنا هنا درج مع مساحه تخزين، وجير اوتوماتيك، ست سرعات توبترونيك زي ما ذكرنا هذا وارد خليج، وعندنا جانت كهربائي بخاصيه الهولد مع تكايب الوسط بمساحه تخزين. المراية الداخلية عادية وليست تعتيم، أنوار السقف الأمامية LED، الوسط هيلوجين، طبعا لا ننسى بيت النظارة. الشماسات فيها مراية مع إنارة، فورميكا تخشيب، تطعيمات جلد على الطبلون زي ما تلاحظون، في فورميكا أيضا باللون الرصاصي على الابواب وعلى اجزاء من الطبلون. ما يحتاج اتكلم كم مره عن هذا التصميم حق الكامري. هذه ابرز المواصفات، وزي ما ذكرنا لكم هذه وارد الساير، وكيل الكويت، طبعا مواصفات شد بلد. فيها وضعيه الانوار الاوتو طبعا اللي هي تطفي بالنهار وتشتغل بالليل، كله تمام. يعني صراحه تفرق على الستاندر، مثلا اذا بنقارنها عن وارد عبد اللطيف جميل الستاندر، هناك المحرك افضل، صرفيه الوقود افضل، الجير افضل، لكن كمواصفات هنا افضل، حتى السعر مقارب، فهي مساله شخصيه بالاول والاخير. لكن تعرفون النظام الحين وارد على الوكيل احجز، وبالمعارض ما شاء الله الاسعار نار، فاللي مستعجل مثلا او مثلا ما معه القيمه هذه وده سياره مواصفاتها حلوه، ممكن يختار هذه السيارة صراحة. يعني مثلا بدل ما تاخذ مثلا سوناتا، تتنازل عن المواصفات، تتنازل عن المواصفات وتاخذ تبي سوناتا، تتنازل عن المواصفات تاخذ هذه الكامري، لان تقريبا سعرها بسعر السوناتا السمارت، المواصفات الممتازة طبعا. ممكن تزود على نفسك شوي، وبدل ما تاخذ كيا كي 5 فئة الستاندر 2500 سي سي، تزود على نفسك 7000 8000 ريال وتاخذ هذه الفئة. صحيح مواصفات اقل شوي، لكن زي ما ذكرنا لكم جايه هذه الاوبشن اللي فيها الشد مصنع وارد الوكيل. طولت عليكم اخوي الكرام بالتغطيه، اتمنى تكون عجبتكم السياره. هذه تويوتا كامري فئه ال اي جنوط، طبعا هذه اول مره تجي جنوط شد مصنع على فئه ستاندر، بالعاده يجي اضافه من الوكيل، لكن هذه وارد خليج زي ما ذكرنا لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.